مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن الإكس بي الجديد، الباربل والجولد، الأشياء الجديدة اللي نزلت عنه والأشياء اللي لازم نعرفها لحنا بعد الفيديو الأول اللي أنا نزلته. فأنت إذا أول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس. مشاهدة ممتعة. قبل ما أبلش بأي شيء بهذا الفيديو، دعمكم خرافي جدا، كان الحمد لله 10,000 مشاهدة و 8,000 مشاهدة على فيديوهات التحديات، وأتمنى أن يكون الفيديوهات عم تعجبكم عم تستفادوا منهم. فأنتوا 10,000 أو 8,000 شخص نورتوني بالقناة وشاهدتوا الفيديوهات عندي، نورتوني كتير. بس اشتركوا بالقناة مشان تعلى القناة أكتر وأكتر، مشان تدعموني على الفيديوهات اللي أنا عم بعملها وتحفزوني أن استمر أكتر وأكتر. إذا أنت عم تستفاد بالفيديو وعم يعجبك الفيديو، فاشترك بالقناة مشان تدعمني أكتر وأكتر. وما ننسى كود الايتم شوب مستر شرطة هيرو. فعلا مع بعض نحكي عن الاكس بي. الاكس بي الجديد عرفنا عنه خبر اليوم جديد، اللي هو انه فورتنايت طلعت عم تعمل فكرة كتير ذكية، انه هذا الاكس بي كان موجود بالشابتر 2 سيزون 1، كان وين ما بتروح بتلاقيه، وكل ما تنزل بمكان تاخده ترجع الجيم التاني تاخده. بس هلا بالسيزون 2 عملوا حركة جديدة وذكية كتير منهم، مشان ما تعطيك اكس بي زيادة، لانه الاكس بي هو اللي حيرفعك ويعطيك الستايلات والجولد بالنسبة لكل سكنات البطل باس، هو اللي رح يرفعك ويعطيك التيرات تبع البطل باس اللي هي بتخليك ترفع لليفل عالي وتاخذ السكنات وتقفل البطل باس تبعك. هالحركة اللي عملتها فورتنايت هي عبارة عن اكس بي اخضر واكس بي ازرق واكس بي نهدي واكس بي جولد ذهبي. فهذا الشيء عملته، هاي كل شغلة عم يعطيك اكثر. مثلا الاكس بي الباربل اللي هو الاكس بي النهدي، هذا الاكس بي الباربل بيطلع بتروح عليه بتاخده، بيطلع منه كذا اكس بي صغير بتروح بتاخدهم. كل واحد اكس بي كوينز اللي هو الباربل بتعطيك 125 اكس بي ميني، يعني بتروح بتلم كل الميني موجود، بيطلع من الاكس بي الكبيرة ظاهر امامكم بالفيديو، بتحصل من كل واحدة 125. وفي الجولد الكبيرة رح احكيها بنهاية المقطع ان شاء الله، انه شلون بتروح بتحصلها وين مكانه. فشو عملت فورتنايت بالنسبة لهدول اكس بي؟ عملت فورتنايت الويك الاول اللي هو الاسبوع الاول، نزلت معنا اكس بي على الماب اللي ظاهرة امامكم بالصورة، والاكس بي الجولد كان مكانها بمنطقة بروتوس اللي هي ذا جروتو. انا عامل عنا فيديو حاطه تحت بالدسكريبشن بالوصف وين بتروح بتلاقيها. عملت حركة انه بتروح بتحصل هدول الاشياء بالويك الاول او الاسبوع الاول، بس الاسبوع الثاني ما نزلت شي جديد. ام الاسبوع الثالث شو عملت؟ نزلت اكس بي جديد على الماب اللي ظاهر امامكم بالماب، اللي هو موزع بكذا مكان مثل ما شايفين، متغيرة اماكنهم ومتغيرة الاشياء. القديمين بتقدر تحصلهم كمان، بس هلا بالنسبة للاسبوع الثالث خلينا نحكي عليه. انا حكيت عن الاسبوع الاول تحت موجود بالوصف. بالنسبة للاسبوع الثالث مثل ما شايفين اماكن الاشياء وين على الماب، او الاماكن الاكس بي وين على الماب، غيروا مكان الاكس بي الجود لمنطقة ذريق اللي هي منطقة محطة النفط، يعني خلينا نحكي بالعامية، عملتها بمكان اللي هي محطة النفط مشان نعرف لحنا. هلا تقريبا هي الشركة هيك عملت، فهي نزلت 5 اماكن جديدة بالماب مثل ما لحنا كلياتنا بنعرف، وخمس اماكن هي كل مكان فيه خزينة كبيرة، وبهالخزينة الكبيرة رح تلاقي اكس بي. هاد بالتسريبات تسرب انه رح تلاقي بكل منطقة جديدة نزلت بالماب باسبوع الرابع والاسبوع الخامس والسادس، هن اللي حيقسموها يعني. هلا هي رح تتقسم كيف؟ الاسبوع الاول نزلوا واحدة، والاسبوع الثالث نزلوا واحد، رح يطشوا الرابع ونزلوا الخامس بصيروا ثلاثة، بنزلوا السادس والسابع، الاسبوع السابع بنزلوا الثالثة، والثامن والتاسع بنزلوا الرابعة، والعاشر بنزلوا الخامسة. هي الخمس اماكن الجديدة، هيك رح تصير التقسيمة مشان انتو تعرفوها. بالنسبة للاكس بي الباربل مثل ما حكيت انا، بتروح بتاخدها بيعطيك اكس بي صغير، بتروح بتلم الاكس بي الصغير بتاخده، وبيعطيك كل واحدة 125 اكس بي. والاكس بي الاخضر الموضح امامكم بالماب موزع بالماب كله، انا ما رح اعرض الاخضر لانه هذا بسيط كتير وما بيعطيك اكس بي زيادة، بس كمان بيفيدك يعني اذا انت لقيته لازم تاخده مشان ترفع وتلفل اسرع. الاكس بي الباربل مثل ما شايفين بالماب وين اماكنهم، وانا هلا اخر الفيديو رح احط لكم مقطع صغير مدته 5 دقائق او 6 دقائق باماكن الاكس بي كلياتهم الباربل مشان تقدر تروح تاخذهم، لانه الباربل او النهدي مفيد اكثر وبيعطيك اكس بي اكثر. فرح اترك لكم مقطع صغير اخر الفيديو وارجيكم وين بتجيبوا الاكس بي الباربل. اما بالنسبه للاكس بي الجولد، الاكس بي الجولد اللي هو اعلى شيء معنا ومن الفئه الاسطوريه جدا، اللي هي بتعطيك اكس بي عالي، بتروح على منطقه ذريق اللي هي محطه النفط، بتروح بتاخذ هاي الاكس بي الجولد، وهيك انت بيحسب عندك اكس بي عالي. مشان احنا نكون متفقين، انا قبل ما كنت اعرف للصراحه اذا انت كل جيم تقدر تاخذها، بس انا اللي كنت بعرفه انه بكل جيم تقدر تنزل تاخذ الاكس بي.
بس هلا النظام الجديد اللي انا حكيت لكم اياه اول شيء شلون رح تتقسم التقسيمه، انه كل ما تنزل بمكان تاخذ الاكس بي الباربل او تاخذ الاكس بي الجولد لح يروح. يعني بالاسبوع الثالث مثل ما شايفين بالماب نزلوا اماكن جديده لكل اكس بي، بتروح بتاخذ الاكس بي الباربل والاكس بي الجولد، الباربل يعني النهده، بتنزل بتاخذهم خلص بيروح عليك ما عاد تاخذهم مره ثانيه. يعني مجرد ما انت تاخذ هاي الاكس بي خلص انت اخذتهم وما عاد تاخذهم مره ثانيه وثالثه ورابعه، لا بدك تستنى الاسبوع الخامس لحتى ينزلوا التقسيم الجديده على الماب الجديده بمكان الجولد. انا هي رح نزل عليها فيديو دغري ان شاء الله. فالاكس بي الجولد والاكس بي الباربل هن اكتر شي بيعطوك اكس بي. ولعاب تيم رامبل لو انت حابب تلفل بسرعة لعاب تيم رامبل وهيك انت بتلفل بسرعة وبتجمع الاكس بي، ومثل ما حكينا عدة نصائح صغيرة بالفيديو القديم ولح رد عيدها هلا بهذا الفيديو، انك انت لما تلعب تيم رامبل حاول تفتح الشيست لا تكسره، وحاول تاخد اللاما تفتح لاما، وحاول تفتح دروب لا تكسر، يعني لا تكسر شي، حاول افتح كل شي مشان يعطوك اكس بي. وكل ما تقتل 8 اشخاص بيعطوك ميدالية جولد بيعطوك عليها اكس بي، وكل ما بنيت اكتر ولعبت اكتر وجبت كلات اكتر بالتيم رامبل بيعطوك اكس بي. فانا بنصح للناس اللي ما بتلعب كتير او مش محترفين كتير لحتى يلعبوا او يجيبوا جيم سولو او سكواد او دوب نقاط عالية وكلات عالية، انا بنصح كل شخص اللي هو مو محترف جدا باللعب ينزل تيم رامبل وياخد هدول اكس بي الجولد والاكس بي الباربل، ياخدهم وبيرفع الليفل تبعه بسرعة ان شاء الله. اللعبة عم تساعدنا انه لحنا ناخد اكس بي عالي ونقفها، مشان هيك نزلوا هدول اكس بي. هاي هي فكرة الاكس بي بالسيزون 2، كل الفكرة انه لح يقسموا كل اسبوع ينزلوا فيها اكس بي جديد، او كل اسبوعين ينزلوا فيها اكس بي جديد. هيك هلا انت بتاخذ الاكس بي، وانا كل ان شاء الله كل اسبوعين ثلاثه رح نزل مكان الاكس بي اشرحهم في فيديو واحد. وهلا اخر فيديو رح اترككم مع مقطع صغير باماكن الاكس بي الباربل النهده، واماكن الاكس بي الجولد او الوحده الاكس بي الجولد وين بتلاقيها وشلون بتقدر تاخذها. فانا مثل ما حكيت ببدايه المقطع، اتمنى اذا انت عم تستفاد بالفيديو عم تستفاد من بعض المعلومات منها تشترك بالقناة بس مشان تدعمني اكتر ومشان تحفزني نزل فيديوهات اكتر واكتر. ان شاء الله هلا عم بشتغل على فيديوهين جداد اللي هن الايم اسيست وتبعات الديدبول كاتاليس اللي هي الباك بلينك تبعه شلون بتفتحه وشلون بتجيبه. فانا اتمنى منكم انه تشتركوا بالقناة اذا عم تستفادوا من الفيديو. فانت اذا اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو ليوصلك كل جديد، واكتب كومنت حلو لحتى تدعمني اكتر ويوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. ولا تنسى كود الدعم بالايتم شوب لتدعمني اكتر وتصير اعمل سيرفر خاص ونعمل عليه بطولة بعشرة دولار او عشرين دولار ان شاء الله. مستر شرطة هيرو ظاهر امامكم بالصورة. فشكرا على المشاهدة اذا كملت المقطع للاخر، وترككم مع مقطع صغير اماكن الاكس بي وبرعاية الله. Someone new, baby, but you know.